طلبتنا طلبة قسم هندسة المواد المرحلة الرابعة. السلام عليكم، نسأل الله أن يمن على الجميع بالصحة والعافية. قبل أن أبدأ المحاضرة نذهب سويا إلى فيلم قصير جمعته له علاقة بمحاضرة اليوم. حوادث كثيرة لها تأثير كبير في اختيار المواد، منها حادثة السفينة RMS التايتانيك عام 1912 اللي راح ضحيتها حوالي 1500 شخص نتيجة اصطدامها مثل ما تعرفون بجبل جليدي، ولأن الماء كان بارد ساهم مع قوة الصدمة أيضا إلى تحويل المادة إلى بريتل تقريبا، مما يعني ساعد إلى انتشار شقوق بسرعة أكبر. هذا المقطع شوفوه يمكن أغلبكم كي شايفه. حوادث أخرى موجودة يمكن ما وصلتنا عليها الضوء سابقا، منها حادثة يعني لم أتقل أهمية عن حادثة السفينة، المنصة النفطية ألكسندر في بحر النرويج 1980. نلاحظ الجو كان بارد أيضا، المادة تحولت إلى جزء منها لابريتل، منطقة البرغي أو اتصال بالبرغي اللي هي منطقة تركز الإجهاد ستريس كونستيشن بها عالي، يدينا إلى نمو شق كراك، وهذا الكراك يبدأ بالكراك إنيشيشن كراك بروبيجيشن، ومن ثم فشلت المنصة. لاحظ هذه ساق المنصة اللي موجود عندنا، هذه صورة حقيقية بعد تحليل الفشل. المنصة راح ضحيتها بقتها 123 شخص. هذه الحادثة 1980، شوف شلون صار. عادة منصات النفط تكون في البحار، السرعة العالية تتناسب عكسي مع قابلية المادة على امتصاص الطاقة. هذا يعني اللي نتكلم عليه دائما، اللود ريت او السترين ريت يتناسب عكسيا مع التفنص، لان قابلية المادة على امتصاص الطاقة هي التفنص. الشركات العالمية تتسابق في اجراء تحسينات على مقاومة الصدمة عن الامباكت، تحسين التفنص بطرق مختلفة، اهم شيء هو اختيار المادة طبعا واختبارها مع سرعة مختلفة. الاختبارات اللي نشوفها في الفيلم اختبارات مقاومة هياكل السيارات للصدمة بحيث لا يحدث ضرر على الساق أو مجمل الركاب اللي موجودين معه. لاحظ السرعة، زيادة السرعة أدي إلى خسارة أكبر. إذن السترين ريت يتناسب تناسبا عكسيا مع السرعة، مع التفنص، مع قابلية المادة على الامتصاص. عادة يستخدمون الوسادة الهوائية، مع أنه الوسادة الهوائية مادة مو قوية لكن التفنص مالتها عالي، وهي أحد حلول لمقاومة الصدمة في السيارة. بعض المواد تظهر قابلية عالية في المقاومة، يعني مو شرط ان تكون المادة مصنعة من مواد قوية مثل المعادن او حتى السيراميك، لان التفنص مالتها يكون منخفض بالنسبة لمادة السيراميك، يعتمدون على مواد اخرى، وبعضها حتى في السرعة العالية تظهر قابلية مقاومة عالية. مثل ايش؟ مثل مادة النشا عادة، وهذه اختبارات عديدة لبعض المواد اللي تكون فيها مقاومة التفنص عالية. شفنا الصدم اللي موجود عندنا من كل الجوانب، مع انه سيارات يعني اسعارها غير رخيصة، لكنه سلامة المواطنين بالدرجة الاولى تكون مهمة للشركات في التنافس. انها تهشم الزجاج موجود. مادة النشا هذه موجودة عندنا، أنا حوض من مادة النشا. إذا السرعة تكون بطيئة شوف الأقدام تبدي
يعني تنغرز داخل المادة. الآن إذا زادت السرعة، إذا زادت السرعة راح تكون مقاومتها عالية، مقاومتها للصدمة عالية، بعكس المواد المعروفة. هذا يعتمد على مقدار الشد السطحي، نسميها سواء الغير نيوتنية اللا نيوتن. شوف هنا الشخص سرعته بطيئة غير جيد. هسه إذا زادت السرعة عنده راح تكون المادة مقاومتها أعلى. حاول نجربها بمقدار، يعني بالبيت ممكن واحد يجربها بمقدار صغير من مادة النشا وسائل، وممكن إذا حاول يضربها بإيده راح يشوف المقاومة ايش قد. وإذا كان سرعته جدا بطيئة راح تكون ممكن الأصابع تدخل داخل مادة النشا. الإطلاقات، سرعة الإطلاقة إذا مثل ما نلاحظ بهذا الفيلم سبب لنا طاقة كبيرة تخترق الأجسام، وأحيانا الحكمة تقتضي امتصاص الطاقة لتلك المواد بمواد ليست صلبة. يعني مو دائما أستخدم مادة تكون قوية مثل الزجاج، خلينا نقول صلبة مثل الزجاج أو المعادن الثقيلة. أكو مواد لها القابلية، مع أنه هي ليست قوية، لها القابلية على تشتت الطاقة وتشتيت الطاقة، مثل قماش مادة صنعها من الكيفلر. الكيفلر له القابلية على امتصاص أو تشتيت الطاقة. هنا المواد نشوفها، شوف الطاقة المتولدة جدا عالية تسبب اختراق للأجسام. هنا صورة طبعا بطئها حوالي 1,000,000 مرة فريم حتى نشوف سرعة الإطلاقة، وبالتالي نشوف ماذا يحدث داخل الأجسام. اختراق جدا عالي، مادة صلبة، مواد مختلفة هنا يجربوها حتى يحصلون على المادة الأفضل. جزء من الإطلاقة يبقى ممكن بالمادة والجزء الآخر يخترق. هذه هنا يشوفون الإمباكت ويف، يسمى بالإمباكت ويف الطاقة المتولدة إلى الجدران اللي سبب تهشم أو ثقب. هنا إذا كان الزجاج أو غيره راح يصير التهشم بشكل يختلف. طبعا التهشم يعتمد على السرعة، لأنه الستريس ويف يتولد بالإطلاقة جدا عالي، وبالتالي يسبب لنا ثقب ما يسبب لنا تهشم عالي، عكس الرمي بالحجارة أو بالحصى. تكلمنا عليه في محاضرة سابقة هذا الموضوع. الطاقة جدا عالية المتولدة نشوفها بالفيلم، مواد مختلفة. حتى الإطلاقة ممكن تغير مسارها. هذه مادة الكيفلر، يعني كأنه قماش له القابلية على امتصاص الصدمة، يعني ليست مقاومة الصدمة فقط، امتصاص الصدمة. شوف القماش شلون قدر يستوعب الصدمة هذه المادة. شركات مختلفة صنعت تتنافس أيضا بهذا المجال. الكيفلر يعني ما يحمي دائما من الصدمة، لأنه القماش ممكن يدخل داخل جسم الإنسان أيضا، فيحتاج لمصد آخر، يعني هو يشتت الطاقة وبالتالي يعتمد عليها. اختبارات أخرى معروفة عندنا، مثل اختبار الصدمة اللي موجود عندنا، مثل ما تلاحظون هذا وقفت الفيلم شوية، اختبار التشاربي، الإمباكت، يسمون اختبارات الإمباكت اللي معروفة كثيرا، منها اختبارين مهمين، التشاربي واختبار الأيزول. حساب قابلية المادة على امتصاص الطاقة اللي نشوف، وهي هم اختبارين يعني تلافيين. كسرة العينة كنتم تعرفون أخذت في المرحلة الثالثة الفرق بين اختبار التشاربي والأيزود، نتكلم عنه بالمحاضرة أيضا، ملخص مفيد فيما بعد. موضوع الكراك ينتشر على النوتش، احنا اللي مسويه طبعا بالعينة، لأنه الكراك ينتشر في مناطق النوتش، حتى أضمن أنه الكسر يكون في هذه المنطقة، مناطق تركز الإشعاعات. إذا تشوفون هنا الكراك، هنا قطع من الزجاج،
يعني ايضا مبطئي للفيلم. الكراك، مسار الكراك بطيء جدا، راح ممكن تلاحظوا تشقق بسيط ويبدأ كراك انيسيشن، بعدين كراك بوبيكيشن، ثم تفشل المادة، خاصة إذا كانت المادة بريتل طبعا. إذا نلاحظ أيضا بالفيلم مسار الكراك مسار غير واضح، وهو عادة ما يكون في المواد اللي بريتل بزاوية 45، وهذا راح نعرف ليش في زاوية 45. مسار كراك في المواد، مواد بناء وغيرها، يبدأ الشاق وبالتالي تفشل المادة إذا كانت بريتل بهالصورة. إذا كان هناك ما يعيقها يكون مناطق قرب مناطق تركيز الإجهاد أيضا كالدائرة أو غيرها اللي بها ستريس كونستريشن عالي. أيضا هناك اختبارات أخرى اللي نعرف منها الفراكتشر تفنس أو ما يسمى بالكي آي سي اللي راح نتكلم عنه بالمحاضرة، هو اختبار السي تي بس كملاحظة للسي تي شلون شكل العينة، العينة بهذا الشكل، هذا طبعا الفكوك العليا والسفلى فيها شق موجود، هذا الشق اللي موجود هنا يبدأ يتكون من عند الكراك واللي هو يعني منطقة ستريس انتنسيتي، ومن خلاله نقدر نعرف الكي اي سي او الفراكتشر تفنس لكل مادة. هناك جداول موجودة لفراكتشر تفنس للمواد المختلفة. الآن في جزء آخر راح نتكلم عن تفاصيل المحاضرة.